لما كنت بتقعد مش مع مارسي كولر كان بيقول لك ايه؟ يعني كان بيصبرك ازاي؟ كان بيقول لك ايه؟ ما اكيد مش بيقول لك انت معلش يا كابتن ايمن انت مستواك قليل، ما هو دي مش هتبقى منطقيه، بس هو والله كان بيقول بص لك ايه؟ يعني هي بتبقى على فترات، يعني الموضوع جه على فترات لحد ما السنه خلصت، لكن هي انت لسه راجع من المنتخب، يعني في اول ما رجعت من المنتخب في اول الموسم انت لسه راجع من المنتخب، انت ما عملتش معايا فتره اعداد، الناس اللي هتلعب معايا هم اللي شاركوا فتره الاعداد، بعد كده بدات اقعد احتياطي فتره، بدات الامور طيب يا جماعه استاذنت من النادي وقلت لهم هروح اشوف يعني اتعالج بره وكده في المانيا، رجعت من المانيا يعني ما خدتش فتره كبيره، يعني خدت 3 اسابيع تقريبا بعد ما رجعت من الاصابه، كان طبعا الكلام ان ايمن انت لسه راجع من الاصابه، بعد ما قعدت فتره انت لسه محتاج بدني، يعني كلها كانت اسباب يعني بالنسبه لي انا مش واقعيه يعني، لكن في الاخر دي وجهه نظر. طب ممكن اسالك سؤال مباشر اكيد انت عارفه، هو كان زعلان منك ليه يا كابتن ايمن؟ يعني انا ما اعتقدش ان هو اكيد حاجه فنيه، يعني مستحيل ايمن اشرف. والله العظيم انا مش عارف، يعني انا لحد دلوقتي يعني بحاول ارتب الامور كده، وممكن يكون زعل مني مثلا موقف كذا او موقف كذا، ممكن يكون مثلا وخد قرار في فتره من الاوقات ان هو مش هخليه يشارك خالص، ممكن يعني كل الـ الاسباب ممكن تبقى بالنسبه له هو وبعدين ما حدش هيقدر يتكلم معاه، لان هو في الاول وفي الاخر هو بيكسب وواخد 5 بطولات، فلا يعني يبقى هو صح، فاهم قصدي ازاي؟ فاهم بس فاهم. لكن انا في الاخر مضيت مع البنك الاهلي وان شاء الله هيبقى موسم بالنسبه لي. طيب قبل إن شاء قبل الله ما قبل ما اجي البنك الاهلي عشان هنتكلم عنها شويه، هل من الحاجات اللي ضايقته مثلا انك سافرت المانيا؟ هل انت سافرت المانيا باذنه ولا ما كانش هو يعرف؟ والله هو النادي انا استاذنت النادي وكان بعلم النادي، يعني يعني هو كان بعلم النادي وسافرت، يعني بس هو ما كانش يعرف هو. يعني انت ما اتكلمتش لا معاه لا هو مباشره؟ كان يعرف اكيد، لا لا هو كان يعرف، لان هو اكيد كابتن سيد قال له يعني. ممكن دي لا تكون يعني هي هو الحاجه اكيد اللي كان ضايقته؟ ممكن مش عارف، يعني هو ما قالش سبب معين، ما قاليش سبب، هو كل الكلام اللي بيقوله ان هي حاله فنيه بحت، وانت بالنسبه لي لما دورك يجي هتاخده، وكنت انا بصبر نفسي بده ان هو يجي وقت من الاوقات وهلعب وبتمرن على الاساس ده، لكن في الاخر سنه الحياه، يعني طبعا سنه الحياه، هل وممكن كباتن يجي مدرب يقتنع بيك ومدرب لا تاني، ف طبعا وجهه هل نظري الكابتن كابتن سيد كباتن الفريق اتكلموا معاه؟ يعني كابتن سيد كان بيتكلم معاه وكده، وحكى له عن تاريخ هو وكابتن سامي، حكوا له عن التاريخ اللي انا عملته في النادي، وان انا قد ايه ولاعب منتخب مصر ولاعب دولي، لكن هو في الاول وفي الاخر هو القرار بايده، صحيح، يعني مش بايد حد، وهو النادي الاهلي مميز بده، مميز ان هو كل الصلاحيات بتبقى للمدير الفني.